أعزائي مشاهدي قناة القدس السلام، أسعد الله أوقاتكم. اليوم الاثنين 3/5/2021 من المسجد الأقصى المبارك ومن أمام سبيل شعلان. يقع هذا السبيل شمالي درج البائكة الشمالية الغربية التي تقود إلى صحن قبة الصخرة المشرفة. قام ببناء هذا السبيل السلطان الأيوبي الملك المعظم عيسى عام 613 هجري 1216 ميلادي. جدد في العهد المملوكي على يد الملك الأشرف برباساي في سنة 833 هجري 1429 ميلادي، وأيضا على يد بيرم باشا المحافظ في مصر في عهد محافظ القدس محمد باشا في العصر العثماني. السبيل كان عامرا بالمياه حتى آخر عهد الاحتلال البريطاني، أما اليوم فإنه معطل. لم نذكر سبب التسمية. سمي سبيل شعلان نسبة إلى عائلة شعلان التي تولت السقاية في هذا السبيل. هذا هو سبيل شعلان، وأمامنا باب الناظر، وأيضا سبيل الشيخ دير ومصطبة الشيخ الدير. كان معكم الأستاذ أمجد علقم من المسجد الأقصى المبارك. لا تنسونا من صالح دعائكم، والقدس تهديكم السلام.